أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا المباشر مقهى ثقافي لتواصل حدود منتصف النهار لتنتقد خجلي الشديد بصوت نجد صغيرة. نواصل هذا اللقاء إلى حدود ساعة منتصف النهار، نحكي وكما قلنا سينما بانوراما الفيلم القصير، باش يكون 3 و4 ديسمبر 2016. نرجع معاك كامل تعطينا ربما أكثر تفاصيل عن هذه الدورة، باش يكون في خلال يومين. فضاء كارمن هو الفضاء اللي باش يحتضن هذه العروض السينمائية، وعلى نارين باش تكون منقسمة على 6 أفلام قصيرة تونسية وأربع أفلام وثائقية، ما بينهم ثلاث أفلام أجنبية. أجنبية منين؟ من بلجيكا. أيوة. من الجزائر. بلجيكا وجزائر، بلد عربي وبلد أجنبي. قعدلت شوي. نوع شوي. هي من المفروض أنه البانوراما الفيلم القصير باش يكون على محلين، مش باش يكون على حاجة طوالين. تفاجأت من المخرجين يعني من خارج تونس. قاعدين يبعثوا في الأفلام، معناتها قاعدين يبعثوا في الأفلام. تفاجأت وفرحت برشا، معناتها تفاجأت وفرحت برشا، اللي هو الأفلام باش يتعدي واحد كل، معناتها ويسألوا في الأسئلة، قالوا فماش إمكانية يحضروا في تونس ويقدموا العرض باهي، يعني مش يكون فما مجموعة من الأشهر السينمائية مش فقط تونسية وإنما كذلك أجنبية. هي في الحقيقة هكا بالطريقة هي تولي دولية، معناتها لكن بطريقة غير مباشرة. أنت ربما تقصد دولية تتحدث على سمعنا أنه سوس الأفلام اللي يتعديوا الأجنبية باش يكون على هامش المهرجان. على هامش المهرجان، مش مشاركين في المسابقة. لا باهي، تحكينا على لجنة التحكيم، باش يكون فما لجنة تحكيم ولا لا؟ خلينا مفاجأة، قاعدين نحضروا في المفاجأة. إيه فما ولا ما فما؟ قاعدين نحضروا. والجوائز فما جوائز ولا؟ فما شهيد تقديري. شهيد تقديري طبعا هو تشجيع منكم للسينما كما نقولوا العبرة بالمشاركة. يعطيكم الصحة. طبعا أنا نفرح كي نلقى شباب يحب يقدم العمل متاعه في تونس، يشتغل من تونس، يشتغل لتونس، وبالأساس تكون فيها أعمال تونسية تقدم الإضافة. طبعا بالنسبة لي حسين، شريطك اللي تشارك به هو شريط اعتدال. قديش بقيت تصوير فيه؟ سمحني، التصوير جمع 7 أيام، ولكن التحضير عام كامل، معناها قاعدة نحضره 3 سنين كاملة، ما احنا نحضره صورنا في آخر العام معنا. أي ما أنت مدة 7 أيام بالنسبة للفيلم القصير، وبالنسبة للجانب التقني أكيد اعتمد تقنيات متطورة حسب ما تحكي لي يعني. أي الحقيقة الليزام متوفر لنا إمكانيات باهية على مستوى التقنيات، عنا بلاك ماجيك 4K معناها من أحسن معلش في جودة الصورة، من أحسن الكاميرا في الصوت، كيف عنا الماتريال في الإضاءة، معناها لي موين تكنيك من إدارة الليزام. اللي حب يقرأ سينما أنا صحيح مش يقرأ في الليزام، يعني خاطر أحسن فورماسيون غادي كمعني. بقى معناها الميديات احنا نتلهو بهم، كل مخرج والاكيب نتاعو، معناها نعملو كوتيزاسيون بيناتنا باش نجمو نخلصو ممثلين، باش نجمو ناكلو نشريو لي كوستوم، نعملو الديكور تحضيرات والحاجات الكواليس كيما نقولو. مع انه نشكر ثم ناس خدموا معنا مجانا في الفيلم كيما اشراق بن عبيد، محمد العيد، مع ممثلين نتاع مسرح، فهمت؟ ايوه. الفا شقرون اللي هي مخرجه تاع افلام وثائقيه واستاذتي، خدمت معايا دور الام. هاجر سعادة تغني في جروب فنار، خدمت معايا دور اعتدال دور الرئيسي. كيف نشكر ريان بن عبيد خدم دور الطفل الصغير، والمؤثر متاعي في الفيلم اللي هو مسوهيدي متعد زيد، نشكره ويعطيك الصحة. قاعد تشوف حسين في شباب قاعد يقدم في مجال، خلينا نتحدث في اختصاصك السينما، تحس أنه فما شباب رغم كل الصعوبات، رغم تحدثت على المادية وصعوبات المادية ولا حتى صعوبات تقنية، لأنه تطلب في بعض الأحيان أنه باش تستعمل آليات تطلب أنها تكون آليات غالية وتقنية عالية المستوى، فتطلب مصاريف أكثر يعني. رغم ذلك هل أنه فما شباب وإقبال على هذا العمل، أنه يسعى أنه يقدم أكثر ما يمكن
من ذاته من تلقاء نفسه. أي موجود الحقيقة، كما ثم اللي داخلين بغرة، كما ثم اللي داخلين يسخيروا السينما زهو وترب، اللي هو مش هكذا جملة. أي معناه في التصوير والكل راهو معناه نتعرضوا لبرشا مشاكل في وسط التورناج وقبل التورناج في التحضيرات، ساعات تبدا متفاهم مع شكون في النهار كذا باش يجيك، بعديك في وقت التصوير ما تلقاش عندك ممثل، لازم تلقى بلان بي، لازم فهمت معناها مش بالسهل. بقى اللي ثم ناس فريمون تحب تخدم بالكدا قاعدين نواصلوا. طب مثال انا بعد ما تخرجت ريت حتى بلاش نخدم، المهم قاعد نتعلم في حاجه جديده، قاعد نواصل في فهمت. وهذه رساله من خلالكم كنت قدمها للشباب حسام، كونه انه الانسان لابد انه يعتمد على نفسه وانه يعاول على نفسه، مش فقط يكون عمل على اشياء اخرى باش توصل يحقق نجاحه، لانه صحيح انه فما اليات، ولكن اذا كان عندي الفكر فلما لا واحد يقدم. أنا عجبتني كلمة قلتها إنه الغرام هو اللي يخليك تعمل برشا حاجة حلوة، ما أنت الغرام والعزيمة، وأنا ذي اللي قاعد نشوف فيه من خلالك أنت، يعطيك صحة وكيف كيف كمال، يعني رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف إلا أنه هناك سعي من خلالكم إنكم تقدموا رسالة من الشباب للشباب، وهذه حاجة حلوة. ربما حتى في مسألة التحاور فيما بينكم تكون المسألة أسهل، لأنه ما فماش كما نقولوا وساطة إدارية ولا تعامل أفقي، معناتها فما تكون فما تقديم بطريقة سلسة بين بعضكم، معناتها كما نقولوا هي عدوى إيجابية في من الأخر. أي عجبني التعبير. اي احنا حتى كي نقعدوا مع بعضنا لينا كنا نقراو مع بعضنا ولا اللي توا قعدنا اصحاب، معناها ديما تقعد حكايتنا على كيفاش باش نكملوا، شنو اللي نجمو نصلحوه، معناها بامكانياتنا البسيطه كيما نقولوا نحبوا نخدموا. عندي اصحابي مثال توا اللي ديجا بداو في افلام اخرى بامكانياتهم الخاصه، كيما قلت لك بكاميرا ماهيش عندها جوده عاليه نتاع صوره، تقنيات صغيره، لكن قاعدين يخدموا على رواحهم. كما كمال مثال يحب يعمل تظاهرات، التظاهرات صغيرة مثل أنا تهمني كما قلت لك بكري، مش لازم مهرجانات كبرى وتابي غوج وندرشنو، مع أنه هذاك راو إلفي بارتي معناها دو فيستيفال ودو سينما ويتوسكو تو فو، أما التظاهرات الصغيرة تعطينا فرصة ساعات باش نبرزوا أكثر من التظاهرات الكبرى. خاطر التظاهرات الكبرى فيها والله هو البساط الأحمر، إذا كان باش نقدموه بطريقة حلوة وتزيد تعطي قيمة للبلاد، علاش لا؟ إذا كان باش يعمل لنا مشاكل من نوع آخر وموجود فهذا يسبب الإحراج على كل، حتى في مهرجان القاهرة الدولي صارت فيه من نوع ثم اتحاد ثم نوع من الطرف وفما نوع من التشابه بينه وبين أيام قرطاج السينمائية، ولكن هذا ما يعنيش أهمية أيام قرطاج السينمائية. تحدثنا كما قلنا على الجوانب السلبية، كما فيها برشا جوانب إيجابية الحقيقة، هو أن تشوفنا يعني حتى بعد ما وفاه مهرجان ولا في قرطاج السينمائية حسينا هكا بشوية فراغ، وما زالوا راه ثم عروض متواصلة على فكرة. أيه. في الجهات ما وفاش معناها عرض زهرة حلب خاصة، وثم حتى أفلام قدم كما في المصلحة كراي مثل باب الفلة والكل تعرض في القروان، صحيح صارت مشكلة اللي ما عيطوش للمخرجين والكل، أما هما قاعدين يتعدى. أيه. الفيلم فهمت، مازالوا متواصلين. يوفى في بالي لو 19 الدورة معناها في الولايات. أيوة. أي. نتمنى لكم التوفيق طبعا بالنسبة للدورة الأولى، دورة بانوراما الفيلم القصير اللي بشكون بكارمن، كارمن تحدث عليها بش قريبة الفضاء التياترو، بحث فضاء التياتر وكاللي باش نسهلوا كيف كيف. بالنسبه لفضاء كارمن عندكم فيه زوز عروض، هما عين على الدنيا من المانيا، من من بانغريف من بلجيكا، انا حسب الموجود اللي عندي في في المسرحيه في فيلي اي نتحدث على ايام قرطاج المسرحيه، قلت اضافه العروض باش يكون فما في الدوره الاولى البانوراما الفيلم القصير، فما عندكم عرضين كارمن، هو اعاده يوم السبت 19 باش يكون فيه عرض عين على الدنيا المانيا، وكيف كيف يوم الاحد تقريبا في حدود الساعه 6 مساء لحد 19 ولحد 20. هذا بالنسبة لعرض فضاء كارمن. احنا مش نعطيكم اكثر تفاصيل على ايام قرطاج المسرحية، دورة 18 مش تكون الافتتاح متاحة يوم غد 18 نوفمبر، تتوصل لغاية 26 نوفمبر، مش يكون حاضر معنا عبر الهاتف وليد الغسني الحديث عن ثورة دون كيشوت.
غازي الزغباني اتصلنا بيه الاسبوع الفارط وكان باش يكون حاضر معنا, كنت حاضر على ذلك, ولكن ان شاء الله يجي بحذانا في الاستوديو يحدثنا عن روميو جولييت اللي باش يكون اختتام ايام قرطاج المسرحيه. شكرا لك حسين. يعيشك. شكرا لك انت كمال. حبيت نذكر على البرنامج تاع الافلام اللي باش يتعاد في حقك تفضل في البانوراما الفيلم القصير. عندنا فيلم من بلجيكا اسمه من با اون ريف. عندنا فيلم المكالمة الأخيرة ولا لو ديرني ابيل. وعندنا لا دومب اللي هو القبر. عندنا فيلم فلاش باك. وعندنا فيلم الاعتدال اللي من اخراج حسام سلولي. عندنا فيلم البحث يجيب. عندنا فيلم 2084 وفيلم الجزائري جسر الى الحياه. عندنا فيلم وثائقي حلم. عندنا فيلم وثائقي اخر قصير اللي هو ويف. وعندنا أولادنا في أمانة. أولادنا في أمانة شريط وثائقي قصير. وعنا فيلم قصير وثائقي قصير على يحكي على التياتر على المسرح واحد. بشكون موعد يومي 3 و4 ديسمبر بداية الساعة 3 مساء ودخول بشكون دخول مجانا على خاطر ما عندناش سبونسورين في التظاهرة, لكن عندنا بارتنير معنا نشكرهم تحية نشكرهم اللي وقفوا معنا اللي سندونا وكلمتهم في صفيس اللي بارتنير ووقفوا معنا الخير. يعطيهم الصحه. وهيك كون تشجيع الشباب وتشجيع على العمل الثقافي والابداع الثقافي بصفه عامه. نتمنى لكم التوفيق في هذه الدوره. يعطيكم الصحه على الحضور. على الاذاعه الثقافيه تكون في الميكرو وفي التغطيه اكيد الاعلاميه وان شاء الله اكيد تطورنا بعيشك. اكيد 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 جدا مهم جدا متابعه الأشرطة السينمائية ومتابعة المشهد الثقافي في تونس والتركيز على إن شاء الله حتى كذلك ما يكونش فما فقط في تونس العاصمة, إن شاء الله يكون فما انفتاح أكثر في الجهات. نعرف جيدا إن شاء الله فما عطيت من صليت شيء من برا من سارت من جهات قلت من برا مش في بينا خارج تونس. لا لا خلينا في تونس. نفرحوا علاش بانوراما تولد كل من شيلة تونسي من الخارج تتعطى الأفلام في الدورة الأولى تولد تتعطى في البر بالفرنسا ولا حاجة معلت. لكن مش كلها ما دخيلها بالمقابل معناتها. يعطيكم الصحة.